إلى ما قاله الأستاذ خلي سيف الأستاذ علي بعدين نرجع لك، تفضل. بالإضافة إلى ما ذكر بالنسبة للقانون. القانون أيضا نحن يعني مهمشين بسبب هذه التبعية، لأنه نحن نتبع مكتب الرئاسة فقط بالكلام الهيئة، لكننا فعليا وعمليا لا نتبع يعني مكتب الرئاسة. يعني لم تسوى أوضاع الموظفين، حتى الموظفين أنفسهم. ثانيا موضوع القانون يعني له عدة جوانب. يعني القانون إذا أردنا أن نطبقه بالفعل يعني يجب أن يعني تتكون يعني هيئة في إطار هيئة إدارية يعني، ونفعل الإدارة داخل الديوان نفسه، تكون تفعيل الإدارة العامة أو المدراء العام أو مجلس الهيئة بمعنى. طيب إيش اللي يمنع؟ إيش اللي يمنع؟ لا أنا هذا سؤال مهم. شو تفعلوا الإدارة وما إدارة في الديوان ما ديوان؟ طيب أنتوا في الهيئة إيش اللي يمنعكم؟ الاستفراد بالقرار. المشكلة إنه إحنا يعني كل واحد يشتغل يعني لحاله، ما فيش يعني في الهيئة ما فيش قيادة جماعية، ما فيش إشراك للناس في إطار الهيئة، في إطار ديوان عام الهيئة. يعني في ناس يعني مهمشين داخلها، إدارات عامة مجمدة مهمشة، يعني ما فيش اختصاصات ولا في عمل إداري يعني مؤسسي. هيكلة، تحتاج هيكلة من جديد. يعني الهيكل موجود والإدارات موجودة، لكن مع أنه تغيرت الإدارة التفعيل. قريبا صح؟ غيرت الإدارة قبل فترة، ما فيش أي تغيير في الوكيل أو يعني أيوة تغيير في الوكيل. أيوة قال أنا وكيل جديد، يعني وكيل شؤون مالية وأيضا وكيل أول للهيئة، لكن ما لمسناش أي شيء. يعني العمل محصور، ما زال محصور، يعني لا يتم إشراك الآخرين. وأنا أنا في لي تعقيب بسيط على الأستاذ سيف في حالة حق الحالات الوهمية. طبعا هي مش بالكبري لما قال لها الصحيح هي 23000، احنا بنرعي من 33000 الى 34000 حاله. الوهميه هي بسيطه جدا، في حدود 3000 الى 3 شويه الذي هي معروفه حق الحالات الجماعيه هذه، وعاد داخلها احيانا بعضها حالات صحيحه بس دخلوا مع المشايخ او لا. انما المشكله قلت لك انا في الصلاحيات، لما بنقول لك ان الهيئه الان اخذت هي صلاحيات الفروع، الهيئه هي المفترض اني تتابع هي هذه المشاكل. بتقول لها هو ايش اللي بيضمن انه تحقق هذا بالنسبه للزياده للرعايه الصحيه، للرعايه المعنويه، للرعايه كذا وغيرها. هذا هو عمل الديوان عام الهيئه، هو المفترض انه متابعته لهذه الاشياء، للزيادات، للرعايات، للكذا، على اساس انه ينزل هو بالامور العامه، واحنا بننزل دور الفرع زي ما الضمان الاجتماعي زي ما كذا، علينا البحث الميداني، علينا الصرف، علينا كذا، هذه اعمال الفرع فقط. هم الان اخذوا صلاحيه الفروع وبداوا يصرفوا في الهيئه وبداوا ياخذوا كل شيء، والفرع اصبحت لا اي صلاحيه نهائيا الا انها فقط. هو طبعا الغريب انه في خلاف في مدري ايش على فتات بالنهايه. بالضبط. الموازنه كم تقريبا؟ موازنه الـ الهيئه التشغيليه الا حق مرتبه الشهداء يعني. ايه لا كامل. لا ذيك الحالة، ذيك الحالة، لأن ذيك الباب الثالث. الباب الثالث مليار. الباب الثالث. مليار وثمانمية. مليار وثمانمائة مليون. بسيطة جدا يعني. مليار ثمانمائة هذه. سنوي. المرتبات. الشهداء. مليار وثمانمائة مليون هذا الباب الثالث حق الأسر الشهداء والناظرين الدوليين. لكن قد أنشأونا الآن صناديق، أعتقد الموازنة حق الصندوق هذا القليل الآن اللي أنشأوا الشهداء حق الثورة اللي يقولوا مسميات 10 فبراير 23 مليار. وشهداء الثورة مليار و800 مليون. فارق كبير بينما هناك ما يتجاوزش 3000 يعني، ولا ما كم بج. شوف الفارق الان فين. بس هناك في متابعه وهناك ما في متابعه، اقول لك يعني ماشي متابعه من قبل قياده الهيئه. اما لو تشوف موازنه الهيئه كتشغيليه، تشوف موازنه الفروع مثلا، فرع يدي لك فرع مثلا موازنته لا تتجاوز 10000 ريال لمدير عام 10 موظفين ايا هي، يعني لمن يديها ولا لمن، يعني وضع مؤسي بهالكلمه. ايش اللي انت تتصوره انت استاذ سيف ان يكون الواجب ان يحصل عليه الشهيد او المناضل؟ والله انا اللي اتوقع لابد ان تدخل الدوله بحكومه الممثله بالاخ سالم باسندوه، ان تدخل ترخل مباشر وان تحل المشكله هذا، لانها المشكله هذه هي مرحله، انا اعتقد انها مرحله، وهذه الشريحه لن حد يتكلم عليها ولا حد يتكلم عن حقوقها، لا بتاريخها وتدون تاريخها ولا بحقوقها وحصلت حقوقها الى حد الان. انا اعتقد ان من بعد ثوره 14 اكتوبر و26 سبتمبر الى يومنا هذا وهي مهمشه. فانا اطلب من الاخ سالم باسندوه، محمد سالم باسندوه، بان يتدخلوا وان يحلوا لنا المشكله هذه في تطبيق القانون، وان تتبع الهيئه العامه بمواجب القرار الجمهوري اللي صدر. من ناحيه ثانيه، في كان معنا صندوق
يعني طرح على مجلس، عرض على مجلس النواب، نعم، ولكنه 2009 رفض. صندوق ايش؟ صندوق لرعايه اسر الشهداء. هذا قدمنا مشروع، هذا الصندوق كان بينقل الهيئه نقله يعني نوعيه، ولكن تم رفضه. انا كنت عضوا في اللجنه المشكله، فاذا يتم احياء هذا الصندوق ويعني فتح ملفه من جديد مره اخرى، سيكون يعني واحد من الحلول، او هو يعتبر الحل، سيكون حل. حتى كان في مشروع لدى الحكومه السابقه على ما اعتقد، الذي قبل الاحداث ثوره 11 فبراير، كان هناك وتوقف كثير من المساقات بعدها بهذا. ايش السبب؟ لمن يعود؟ اين تكمن المشكله؟ في الهيئه؟ احنا ولا في متابعه الحكومه نفسها؟ انا اعتقد في قصور من متابعه الهيئه. احنا شوف في 2007 اعتقد كان لقاء مع الرئيس السابق، والتقينا به في عدن وطرحنا له هذه القضيه، لان قال لي ايش قضيته؟ قلت له انا عندي مناضل يستلم 4 رواتب وعندي مناضل يستلم 900 ريال. قال طيب ايش الحل؟ منين؟ قلنا له لان شفت تداخلات هذه الان هي موجوده، هي من اكبر الاخطاءات. راتب يستلم الان من رئاسه الجمهوريه، راتب يستلم من منظمه المناضلين، راتب يستلم من الهيئه العامه، راتب من المنظمات. هنا الاخطاءات، لكن لما تدمج الان هذا الجهات في اطار واحد ويطبق القانون، انا اعتقد انه هو الحل. استاذ علي، في ناس بالفعل يستلمون من شؤون القبائل، ناس يستلمون من الرئاسة مباشرة، في ناس حتى يستلمون من وزارة الدفاع باعتبارهم ضباط، يعني يستلموا كمان من الهيئة ولا لا؟ الا في الزواجية بس المبالغ هي بسيطة طبعا اللي عندنا، عدد قليل بس بسيط، وهم عدد قليل ايضا، لكن موجود هذا الشيء. بس على الاقل بتعمل حل للبقية، يعني لانه حلت هذيك المشكله بالنسبه لهؤلاء. طيب انا بسالك سؤال اخر، هل توجد اسر لمناضلين او شهداء معتمده مثلا على هذا، وهو عباره عن ضمان اجتماعي طبعا، أكيد. معتمده على هذا فقط؟ في اكيد في اللي في المناطق النائيه في الارياف، في أكيد. اكيد اكيد انا نزلت لجنه في تعز، نزلت لها منطقه صبر، يعني بحثت اسره هذيك الايام، وقت كنت انا موظف له، بحثت اسره ما كانش ما معهم الا الراتب هذا مستندين عليه، ال 1005 في حرب عباسنا، نعم، ضربهم الصاروخ وتوفى الاب ومعه سبع بنات وما معهم الا الراتب هذا. قررنا لهم كل يوم 2800، كانت هذا كل يوم اعتمد لهم 2850 ريال شهريا، انا اقدم 5000 معتمدين عليه فقط، ولا عاد حصلوا لهم من الضمان ولا من اي مكان ثاني، ولا ما فيش اي راتب على الوالد. طيب الزميل محمد النقيب اجرى استطلاعا مع مجموعه من اسر الشهداء والمناضلين حول هذه القضيه، نتابع هذا الاستطلاع. حال ثور 26 سبتمبر يعني لا يقل شأنا عن ثور 14 أكتوبر، الذي يعرفه كثيرا أن وصل يعني استحقاق لهم إلى 500 ريال شهريا، لما نعرفه بشكل عام في جميع المحافظات، وبالأخص ما عرفه في محافظة البيضاء. على سبيل المثال استحقاقات أحمد عبد الرب العواضي، قيادات كثيرة من قيادات الثورة لم يحصلوا على أي استحقاقات على الإطلاق، لا لهم لا لأسرهم لا للمناضلين الذين ظلموا معهم في ظل درب النضال على الإطلاق. هذا أخوي في زمان الاستعمار قرح ضربوه قنبلة، والآن لا أي حاجة أعطوه من يوم قتل إلى الآن. المناضلين الحقيقيين من ثورة أكتوبر الآن يقطعوا رواتبهم والأعراض حقهم، والذي هي لا تتجاوز 5000. أول شهيد للجبهة القومية في الضالع وهو صالح قاسم صالح، الذي يستجيب في عوابل الشعيب، يستلم راتب 2000 ريال الآن فقط، لا أقل ولا أكثر، ومن ضمنه كثير من المناضلين والجرحى لا يساوي رواتبهم من 1500 إلى 2000 ريال فقط. المناضلين اليمنيين، مناضلين الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر، يعانون الأمرين، لم ينتبه أحد إلى معاناتهم. هناك مناضلين لا تتجاوز رواتبهم 5000 ريال، وهم من مناضلين الثورات اليمنية. ما يعني كيف يفترض بالحوار أن يحل مواضيع، أن يقدر هؤلاء حتى يتطمن الجيل الحاضر إلى أن الجيل المستقبلي سوف ينصفه. ظلمونا ما ادوناش حقوقنا، ما على البطاقة حق بسمع حق ربع شيء. وأما الثورة أنا مصفي لك أحباب الثورة أول يوم أول مع علي عنتر سنة 4 سنتين ونصف
بعد ما اسمع بعد مع التحرير والقومية. هذا من الأخير نبدأ أستاذ علي، أستاذ سعيد، سيف سعيد، هذا من من المناضلي ثورة أكتوبر في الضالع. هذا من المناضلين ثورة أكتوبر من الضالع، هذا الذي تم اللغة معهم، هذا اللي مدري موقفات مرتباتهم، أي الذي تمت موقفات مرتباتهم الأول الأخيرة. ليش وقفت؟ والله هذا التوقيف كان ليكون له أي مبرر، هي افتعالات. من فين وقفت؟ منكم ولا من؟ لا لا، من قبل الديوان العام للهيئة. ليش وقفت أستاذ؟ والله هذا السؤال يوجه يعني ل وكيل الشؤون المالية صاحب صلاحيته الأخ وكيل الشؤون المالية. طبعا نحن تواصلنا مع الوكيل الأول الأستاذ عبد الإله وكان متجاوب ومتعاون، لكن بدون شغل، فهو على أساس أنت جيت تمثل. بس هذا السؤال هو يوجه تمثل هي. لا احنا نحب نعرف الإجابة. أيوة. منك باعتبارك أنت تمثل. هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ لا لا، في توقيفات بس حتى عندي أسماء، عندي أسماء أنا على فكرة شيء تأكد منها، أنه وقفت مستحقات سالم ربيع علي، نعم، ولبوزة، نعم، ونجوى مكاوي، بن عواش، وبن عواش أكيد. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع حق سالم ربيع علي، يعني أنا كلمني المدير، هو يستلم من فرع عدن، السيروتات تستلم من فرع عدن، فكلمني المدير يعني قال إنه بسبب إنه ما عندوش وثائق، يعني حكم استشهاد ما يثبت نضاله. ما يثبت النضال، نعم، مش مناضل. سامي ربيع علي مش مناضل؟ هم كذا قالوا. إيش من الأعذار؟ هو شوف أنا يعني ناقص وثائق، ما عندوش الوثائق اللي تؤيد. والله شر البلية ما يضحك. هو قلت لك هذه المشكلة اللي بتضحك علينا، وسحب الصلاح يا شباب. أنا الفرع ما عبش لاقي دور، يعني مدير فرع ما يصيرش يوقف حالة أو يطلق حالة. هنا المأساة، أنا أقول لك، أنا أصبح يطلع شيء، يطلع لك من عدن لا صنعاء على مدى يطلق لك حالة أو يوافق لك على حالة. بيطلع يعني. طيب إيش فايدة الفرع هذا؟ ليش هتفعلت أنت؟ إذا ما بيستقبل الفروع هذه، ليش تفتح أنت الفروع هذه؟ بيستلم طبعًا أقل من تكاليف السفر. إيش ما بيوصلش تكاليفه ولا حاجة، تخيل. سأعود لكم، سأعود المشاهدين الكرام، لكن بعد هذا الفاصل.